ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ السنه دي ان شاء الله. اوه ناوي تتجوز؟ يعني النيه عشان امي خلاص. في طب بقى في شخص معين؟ مش الزنا على الودان امر من السحر؟ اه طبعا. ان معظم اللي بشوفهم يقعدوا يقولوا ان الجواز بس اكيد في فيش راجل ما اتجوز لغايه دلوقتي بيبقى شايف ان الجواز حاجه حلوه. لا قابلت بيبقى خايف. والله قابلت. يبقى خايف ان هو يتجوز يخش تحت جوه القفص زي ما بيقولوا وحد يتحكم وحد يراقب وحد يعرف مين. لا يتحكم فيه. يعني ايه؟ مش يعني ما هو برضو انت بس هو الجواز ده مشاركه اكيد ما فيش تحكم بس هو الراي الاخير اللي رب البيت يعني هي الحياه كده ليه ما يكونش الراي للفردين أيوة نتناقش اه واللي هي تقول عليه بالعكس ده انا ببقى عايز حد ممكن يوجهني يقول لي معلومه انا ممكن تبقى بتاخده براي بعض مش لازم يوجهك وما عنديش اي حياء في كده او اي غضاضه ان انا ممكن اقول لها لا بالعكس لكن ممكن ساعات الست برضو يعني في تلات ارباع ضربين هرمونات بس في ربع بقى ممكن نستغله يعني في الربع ده فعلا ساعات الست بتبقى الست اكثر تحملا قوي على فكره الست اقوى من الراجل بكتير بس لازم تبقى ذكائها ده يعني بتحطه تحت اطار الانوثه ما يبقاش الموضوع في نديه دي تحديدا ممكن تبقى معايا ما بحبهاش لكن الامور لما تمشي بالحنيه تبقى زي الفل